من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح موطأ الإمام مالك للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني رضي الله تعالى عنهما، وما زلنا في كتاب الطهارة وفي كتاب جامع الوضوء. قد وصلنا فيه إلى قوله رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. هذا الحديث رواه الإمام مالك رضي الله عنه عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر، وسمي أو لقب بالمجمر لأنه كان يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك والده كان يبخر المسجد، يعني يأتي بالبخور مثلا في أيام الجمعة، لأن تجمير المساجد سنة في الجمعة. وقد ورد يعني في الحديث وإن كان ضعيفا اللي هو إيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. وجمروها في الجمعة يعني بخروها في الجمعة، لأن البخور طبعا يجمع أرواح الملائكة ويطرد أرواح الشرير من الجن. فنعيم بن عبد الله المجمر كان هو ووالده يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة يعني يبخرونها، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره، ولا مانع في من الجمع بينهم، يعني كان يجمرها في الجمع ويجمرها في رمضان. فنعيم بن عبد الله المجمر
أنه سمع أبا هريرة يقول، قال ابن عبد البر قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرا من أحاديث أبي هريرة، ومعنى يوقف يعني لا يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث الموقوف الذي يقوله الصحابي. قال: ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي، فهو مسند، يعني الأمور الغيبية إذا أخبر عنها الصحابي فلها حكم الرفع. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يخبر عن أمر غيبي إلا إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد معنى حديث أبي هريرة هذا بأسانيد صحيحة، طبعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: من توضأ فأحسن وضوءه، كما مر في ذلك. ومعنى من توضأ فأحسن الوضوء يعني أتى بالفرائض والسنن والفضائل وتجنب المكروهات والمنهيات، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، أي قاصدا لها دون غيرها، يعني لا يخرج إلا للصلاة، فإنه في صلاة، أي في حكمها من جهة كونه مأمورا بترك العبث واستعمال الخشوع، وللوسائل حكم المقاصد. قالوا: هذا الحكم مستمر، يعني الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ويخرج من بيته إلى المسجد لا يقصد إلا الصلاة، هو في حكم المصلي من حيث إيه؟ من حيث الثواب، ومن حيث الأجر، ومن حيث الخشوع. كل ما يثبت للمصلي يثبت لمن توضأ في بيته ثم خرج إلى أن يصل إلى المسجد، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، أي ما دام يقصد إلى الصلاة، أي ما دام مستمرا على ما يقصده. ثم المراد أن يكون باعث أو باعث خروجه قصد الصلاة، وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضى، يعني هو خرج من البيت إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لكن لو عنت له مصلحة فقضاها في الطريق، يعني اشترى شيئا وهو ذاهب إلى المسجد لأهل بيته ثم أخذه إلى المسجد، فهذا لا يطعن في نيته، لأنه النية الخارج بها من بيته قصد الصلاة، لكن عرض له شيء من الدنيا اشترى باع ثم ذهب إلى المسجد لا يقدح في إيه؟ في النية. والمدار على الإخلاص فحسب، المدار على إخلاص النية فحسب، يعني هو خارج من بيته لأجل الصلاة فقط، يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال: وفي معناه، معنى الحديث يعني، ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني إذا دخل المسجد وجلس في المسجد فلا يشبك بين أصابعه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. قال: ولأن التشبيك من فعل الشيطان، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: لأن تشبيك اليدين من فعل الشيطان، ولذلك قال: فلا يشبكن بين يديه. فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه. ومعنى الخطوة هي ما بين ما بين القدمين، هذه معنى الخطوة، يعني ما بين القدم اليمنى والقدم اليسرى. أما خطوة فتطلق على الواحدة، اسم مرة، خطوة يعني تطلق على المرة من المشي، يقول لك خطأ خطوة، يعني خطوة واحدة. يعني يقال خطوة وخطوة وخطوات في الجمع. يكتب له بإحدى خطوتيه وهي اليمنى حسنة ويمحى عنه بالأخرى أي اليسرى سيئة، يعني مد اليمنى بحسنة، رفع الرجل اليمنى عند المشي يكتب حسنة، ورفع الرجل اليسرى يمحو سيئة، يمحو سيئة. قال الباجي: يحتمل أن لخطاء لخطوتيه أو لخطائه حكمين، يحتمل أن لخطواته حكمين، فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات. يعني يحتمل معنى الحديث وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة والأخرى ويمحى عنه بالأخرى سيئة، يحتمل أنه رفع الرجل اليمنى يكتب حسنة ونقل اليسرى يمحو سيئة، ويحتمل أن يكون الخطوة نفسها بحسن، الخطوة التي بعدها تمحو سيئة. يعني كده كل خطوتين، واحدة حسنة وواحدة سيئة، أو نقل كل قدم فيه فائدة، نقل اليمنى يكتب حسنة ونقل اليسرى يمحو خطيئة. وعلى أي حال هذا كسب عظيم وربح للمسلم، يعني حينما يمشي مثلا 100 خطوة فبـ100 حسنة، 200 خطوة بـ200 حسنة، وهكذا. أو يكتب له 50 حسنة ويمحى عنه 50 سيئة، ففي كلا الحالتين يعني الإنسان مساب. قال: وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم زيادة محو السيئات. قال: وهذا ظاهر اللفظ، ولذلك فرق بينهم، اللي هو قال: فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. يعني إذن الخطوة فيها فائدتان: كتابة الحسنة ومحو السيئة.
وذكر قوم أن معنى ذلك واحد، وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات. يعني أي إنسان لما يخطو خطوة تكتب له حسنة، وفي نفس الوقت تمحى عنه سيئة. يبقى إذن فيه تكفير للسيئات وفيه رفع للدرجات، لأن الحسنات ترفع درجات العبد، والسيئات طبعا محو السيئات نفسه فيه إيه؟ فيه فائدة للمسلم، أن صحيفته يوم القيامة تأتي بيضاء لا إثم فيها، هذا مكسب عظيم. يبقى ما فيش سيئات، وفي نفس الوقت درجات إيه؟ درجات مرتفعة. وقد يجتمع في العمل الواحد شيئان، أحدهما رافع والآخر مكفر، يعني يكفر عنه الخطيئة، بل كل منهما باعتبار. فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن. قال وفيه إشعار الحديث ده، فإن إحدى خطوتيه تكتب حسنة والأخرى سيئة. قال إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب، أي بلا عذر. يعني الذي يركب إلى المسجد بعذر يبقى له حكم الماشي بمقتضى حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ولا يظلم ربك أحد. أن الله قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فإذا ركب من غير عذر لا يستوي مع الماشي، أما إن ركب بعذر فهو والماشي سواء، خاصة إذا كان هو متعود أن يتوضأ في البيت ثم يخرج إلى الصلاة، فجاءته ظروف انكسرت رجله مثلا أو أصابه مرض يمنعه من المشي، فكان يركب السيارة، واحد يوصله مثلا بعربية، يوصله بدراجة بموتوسيكل، يبقى له مثل ما كان يعمل، له مثل ما كان يعمل. قال وذكر الرجل غالبي، فبدلها في حق فاقدها مثلها، لأن الغالب أن الإنسان يمشي إلى المسجد بقدميه، أما إذا استبدلها لعلة فركب دابة من الدواب فله حكم الماشي. وروى الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. يبقى هذا الحديث برضه ده مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، يعني هو خرج للصلاة فقط لا لشيء آخر. لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة، اللي هو نقل الرجل اليسرى، وتكتب له اليمنى حسنة. يبقى شوف كل خطوة فيها فائدتان، نقل اليمنى يكتب حسنة،
رفع الرجل اليسرى بعدها يمحو ايه خطيئة، وذلك من فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في ايه؟ لو نوى نيات كثيرة يأخذها، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لو نوى في خروجه إلى المسجد الصلاة والاعتكاف والبعد عن الناس فله هذه النيات، ونوى تعمير المسجد، نوى تعمير المسجد، لأن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فعمران المسجد يعني بدل من أن يكون خاليا من الذكر، لا هو يجلس فيه ليعمره بالذكر. ولو قصد حضور مجلس العلم له ثواب مجلس العلم. احنا عندنا في المالكية بالذات والشافعية يقولون بتعدد النيات بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى نيات كثيرة له ثواب بعدد النيات. هنا قال لا يخرجه إلا الصلاة، ممكن يضيف معها سنة عمارة المسجد، وينوي سنة الاعتكاف في المسجد مدة مكسه في المسجد، وينوي حضور مجلس العلم، وينوي قراءة القرآن، يبقى له ثواب بعدد إيه؟ بعدد ما نوى. كما لو وجد مثلا الصلاة مقامة الفرض يعني، فنوى الفرض وتحية المسجد يبقى له ثواب الفرض وثواب التحية. نعم يجمع بين الفرض والسنة، أو يجمع بين سنتين ممكن، يعني مثلا يصلي الركعتين عند دخوله المسجد بنية سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، وممكن يجمع سنة صلاة التوبة أو صلاة الحاجة لو كان له حاجة، وصلاة الاستخارة إن كان يريد صلاة الاستخارة، وهكذا كل داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى عدة نيات فله ثواب بعدد ما نوى، كالذي يصوم مثلا الستة من شوال، يصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، واحد أفطر في رمضان لمرض أو لسفر فيقضي في شوال ستة أيام، فينوي القضاء وينوي الستة من شوال وينوي سنة الاثنين والخميس. ولو كان في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ونوى صيام الثلاثة البيض يأخذ ثواب الأيام البيض. قال الحافظ العراقي خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى، وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها، وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة للحط والوضع، فلم يرتب حتى السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها. أو يقال إن قاصد العبادة، قاصد المشي للعبادة، أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء الفعل. يعني الإنسان يرفع رجله اليمنى ويحط رجله اليسرى بعدها
في المشي. هنا قال فناسب رفع الرجل اليمنى لرفع الدرجة، وحط الرجل اليسرى بعدها لحط السيئة. يبقى الرفع للرفع والحط للحط. قال فإذا سمع أحدكم الإقامة وهو ماشي إليها فلا يسعى، أي لا يسرع، يعني إنسان وهو آتي إلى المسجد يمشي، يمشي مشيا عاديا فيه سكينة ووقار. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والحديث في البخاري. فما أدركتم أي من الصلاة ركعة اثنين ثلاثة حتى ولو أدرك التشهد الأخير، فما أدركتم فصلوا. بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بما عليك، وما فاتكم فأتموا، يعني إن فاتت ركعة يأتي بركعة، ركعتان فاتته ركعتان يأتي بركعتين، فاتته ثلاث ركعات يأتي بثلاث ركعات. قال فلا يسعى ولا يعجل في مشيته لما يسمع الإقامة، بل يمشي على هينته، يعني يمشي بخضوع وخشوع وسكينة ووقار لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة. يعني بعض الناس مثلا حين يريد إدراك الجماعة يجري، يخش من المسجد يلاقي الإمام راكع يجري. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع جلبة الرجال كما ورد في الحديث البخاري، سمع صوت الرجال يعني يدخلون المسجد، فطبعا بيعملوا ايه زي ما تقول صوت وشوشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. بعدين السعي يوسع الخطى، السعي لكن المشي بسكينة يقارب الخطى. يبقى يعني إذا سعى جرى، فالعشر خطوات هيبقوا خمسة، يبقى قل الثواب والأجر، لكن إذا مسى بسكينة وقار يبقى هياخد عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات. ولذلك قال إيه سيدنا أبو هريرة فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، يعني كلما جاء الإنسان المصلي من مكان بعيد كان أعظم أجرا من المكان القريب الذي يسكن قريبا من المسجد. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا، يعني كلما مشى كثيرا كان أعظم لأجره. ليه؟ لكثرة الخطى، وكثرة الخطى سبب في تكثير الحسنات وسبب في محو السيئات الكثيرة. يبقى في يبقى هنا المشي بوقار وسكينة فيه ايه فائدتان.
نعم، لكن بشرط عدم خراب المسجد القريب. يعني لو كان المسجد القريب فيه عمران وأناس كثيرون وذهب إلى المسجد الأبعد لعظم الأجر والثواب كان أفضل، لكن لو ترتب عليه خراب المسجد القريب يبقى لا، تعمير المسجد أولى من بعد المسجد، لأنه هياخد ثواب تعمير المسجد. أيوة، لو توقف على افتتاحه وتعميره يبقى يصلي في القريب، لكن هناك أناس يصلون مؤذن وإمام وأقل الجماعة اثنان أو ثلاثة، هو المسجد عامر يعني الصلاة مقامة والأذان يؤذن، يبقى المسجد كده لم يخرب. خراب المسجد معناه عدم فتحه وعدم الأذان وعدم إقامة الصلاة. ولذلك لو واحد مثلا راتب يعني ماسك مسجد وأذن وصلى وحده له حكم الجماعة كما درسنا في الفقه المالكي، له حكم إيه؟ يعني يأخذ ثواب الجماعة حتى ولو صلى إيه؟ وحده، لأنه فتح المسجد وأذن الأذان وانتظر الناس فلم يأتوا. معروف طبعا إيه؟ أن الملائكة تصلي خلف الإمام، في صف من الملائكة خلف الإمام، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، وحديث ثاني يدل على هذا، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يعني لما الإمام يقول ولا الضالين الإنسان يقول آمين يبقى إيه، والملائكة يقولون آمين يبقى وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة الذين خلف الإمام. طبعا المعروف أنه إيه؟ يعني الملائكة عباد مكرمون كما قال الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فالملائكة دعاؤهم مستجاب. حينما تقول أنت آمين يعني استجب يا رب، والملائكة يقولون معك ذلك، فيستجاب لك من أجل الملائكة حتى ولو كنت محجوبا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. يعني لماذا يعظم الأجر ببعد الدار؟ فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قال من أجل كثرة الخطى، قال وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد، يعني الدار البعيدة أفضل من الدار القريبة. وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب فلا تنتقل أو فلم ينتقل.
بنو سلمة دول اللي هم عندهم مسجد القبلتين، مسجد قباء كان عند بني سالم بن عوف، أما بنو سلمة فكانوا عند مسجد القبلتين قرب جبل أحد، بعيد طبعا عن المسجد النبوي. فأرادوا أن يبيعوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي، هم يبعدون عن المسجد النبوي حوالي 3-4 كيلو، فعايزين هم يعني يسكنون بجوار المسجد النبوي ليصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فوارد طبعا في الحديث برضو في لفظ غير هنا، دياركم دياركم، أي الزموا دياركم، الزموا دياركم، دياركم دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم. يعني الإنسان حينما يمشي 100 خطوة أو 200 خطوة غير ما يمشي 10 خطوات. فبعض الناس يفرح مثلا يقول أنا ساكن أمام المسجد، أعد الشارع أبقى في في المسجد. لا، دي حاجة غير مفرحة، حاجة غير مفرحة. ليه؟ لأنك أنت قليل الحسنات في المشي، فالذي يسكن آخر الشارع بيمشي 200-300 خطوة ثوابه أعظم من ثوابك وأكبر. يبقى ما تفرحش بقرب بقرب المسجد. ولا يعارض هذا الحديث حديث إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد. قال ليه؟ لأن الشؤم هنا من حيث إنه قد يكسل عن أداء الصلاة في جماعة فيؤدي إلى تفويت الأجر والثواب. يعني هي لو حصل إنه كان ساكن بعيد فتفوته الصلاة يبقى دي دار مشؤومة، دار مشؤومة. لكن هو لو عنده همة عالية لا تفوته الصلاة. لأن شؤمها، شؤم بعد الدار، يعني من حيث إنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل. قال فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي، لأن هو عدم إدراك الصلاة من المصلي وليس من بعد وليس من بعد المكان. لأن صاحب الهمة العالية المسافة البعيدة تعتبر قريبة بالنسبة له. يعني لو نظر إلى الأجر والثواب المترتب على البعد يحب الديار البعيدة، بل ويخرج منها من بمقدار ما يلحق الجماعة، مش يتأخر حتى تفوته الجماعة. لا، نور. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. قال ابن نافع يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل، وإنما يكون أن يتعين الاستنجاء بالماء للنساء. طبعا النساء لا تستجمر، النساء
لابد في البول والغائط لابد من ايه؟ من استعمال الماء. المرأة لا يكفيها الاستجمار خالص، ما ينفعش. نعم ايه عدم وجود الماء. لا، عندنا احنا في المالكية بالذات المرأة لا تستجمر ولا يكفيها الاستجمار. ليه؟ قال انتشار البول خارج المحل غير الرجل. لا، الغائط ممكن، الغائط ممكن، لكن الماء لابد فيه، يعني البول بالماء، البول لابد فيه من الغسل بالماء. المرأة يعني لا تستجمر في الماء، في الاستنجاء بالماء، لابد من استعمال الماء إذا تبولت، لكن البراز ممكن. وقال الباجي يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء، وأن عادة الرجال الاستجمار، وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كما قوله إنما التصفيق للنساء. طبعا وهذا لا يراه الإمام مالك ولا أكثر أهل العلم، لأن طبعا إيه الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، يعني هو الأصل الجمع بينهم، لكن عند الاجتماع يبقى نقدم الماء على الاستجمار. يعني مثلا ما تنشفش مثلا بالمنديل وتترك الماء، لا، يبقى ايه ممكن تنشف بالمنديل ثم تستنجي بالايه بالماء، ده الاصل، يعني الجمع بينهم. وان اردت الاقتصار يبقى الماء فقط. قال وحدثني عن مالك، هو عبيد الله بن يحيى، قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. مالك عن أبي الزناد اللي هو ايه عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، روى عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب. قال الحافظ ابن حجر كذا للموطأ، أي رواية الموطأ إذا شرب، والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابي عنه إذا ولغ الكلب، ولغ وهو المعروف لغة، ولغ يلغ بالفتح فيهما، ومعنى الولوغ إذا شرب الكلب بطرف لسانه، لأن الكلب زي ما أنت بتشوفه كده إيه يطلع لسانه ويرمي المية كده، يعني إيه يحرك ويرمي المية كده رمى، يعني له شرب خاص، الكلب له شرب خاص به، يضع لسانه في الماء ويحركه، يحركه ويرمي المية كده بطرف اللسان. ولغ يلغ إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه في الماء وحركه، برضو ذا ولوغ حتى ولو لم يشرب. وقال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه، يعني مش مجرد وضع اللسان وإخراجه، لا، يضع اللسان يضع لسانه ويحركه، ده اسم الولوغ. قال زاد بن درستويه شرب أو لم يشرب، يعني ما دام حرك لسانه يبقى ولغ سواء شرب أو لم يشرب.
قال لكن إذا وضع اللسان من غير تحريك يبقى لا يسمى ولوغا ولا شربا، لأنه ده مجرد وضع اللسان وإخراجه. وقال مكي فإن كان غير مائع يعني كالسم والأشياء الجامدة يقال لعقه، الأشياء الجامدة ما يقالش شرب لأن الجامد لا يشرب وإنما إيه يلعق، يلعقه لعقا. وقال المطرز فإن كان فارغا يقال لحسه، يعني لو الإناء فارغ ما فيش أي سائل يبقى بيلحس، لحس الإناء يعني لحس بقايا الإيه الطعام، يعني لا يقال أكل ولا شرب ولا لعق وإنما لحسه. يبقى المائع يشرب، الجامد يلعق، الفارغ يبقى إيه لحس، لحسه. شوف دقة اللغة العربية، يعني كل فعل له وصف. نعم لا لا، إذا ولغ الكلب يعني ولغ يعني وضع لسانه في شيء مائع وحركه يبقى ده ولوغ، لكن لحس أو لعق ما يدخلش في الحكم. يعني ظاهر الحديث الولوغ، ولذلك احنا عندنا لو وضع لسانه من غير تحريك يبقى لا يغسل 7 مرات. وادعى ابن عبد البر ان لفظ شرب لم يروه الا مالك، وان غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى. شوف عاد ايه يعني يقول العلماء برضو، يعني ما من عالم الا هناك اعلم منه. فقد روى لفظ شرب رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ كما أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. وقد ورد عن أبي الزناد شيخ الإمام مالك عبد الرحمن بن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بلفظ إذا شرب، يعني شيخ الإمام مالك رواها بإذا شرب. وأخرجه الجوزقي والمغيرة بن عبد الرحمن، وأخرجه أبو يعلى بلفظ إذا شرب، وروي عن الإمام مالك أنه رواه بلفظ إيه إذا ولا. عليكم السلام. بتفرج يا شيخ، انا عايزه اقابل شيخ المسجد. لو حضرتك مش شيخ المسجد قول له فين. مش موجود هو، مش موجود. طب ينفع حد يبقى بيدي ندوات دينيه ودروس دينيه؟ اختي تحت تبقى متعنفه في الكلام. لا لا ما صحش. هي سامعاني اكيد دلوقتي. ما ينفعش، مش اخلاقي كتير ان احنا نبقى متعنفين مع بعض. ماشي. كأن أبا الزناد حدث بإيه باللفظين، لأنه يعني رواه بإذا شرب وإذا إيه وإذا ولغ لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ. قال فلا يقوم إيه مقامه إذا ولغ، يعني الشرب طبعا أعم من
ولغة، لأن الولوغ وضع اللسان مع التحريك، لكن الشرب طبعا عام، سواء حرك لسانه أو لم يحرك فهو شرب، لأن الشرب لا يكون باللسان، الشرب يكون باللسان وبغير اللسان، هذه العموم في الشرب يعني، لكن الولوغ باللسان فقط. ولذلك الإمام مالك اشترط الشرب مع وضع اللسان، لكن وضع اللسان من غير تحريك ولا شرب يبقى ايه؟ لا يسبع في الغسل. نعم؟ لو شرب، لا ما يشترطش الشرب، يشترط الولوغ اللي هو وضع اللسان مع التحريك فقط، شرب او لم يشرب. لكن لو وضع اللسان من غير تحريك يبقى ايه؟ لا يسبع الاناء ولا يراق. اذا ولغ او اذا شرب الكلب في اناء احدكم، اي من اناء احدكم شرب منه، قال ظاهره العموم في الآنية. قال والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك، يعني سواء كان إناء الإنسان أو إناء غيره. كلمة في إناء أحدكم يعني شرب من أي إناء، سواء كان ملكا لك أو لغيرك. فليغسله، قال لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، يعني ممكن يجعل غيره يغسل، مش كلمة فليغسله يعني صاحب الإناء، لا، حتى لو أمر غيره أن يغسله فهو كذلك. وزاد علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح بن رزين عن أبي هريرة فليرقه، يعني قبل الغسل يريق الماء الذي شرب منه، فليرقه وليغسله، مش يغسل بالماء اللي هو ولغ فيه، لا، يبقى يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يغسل بعد ذلك، مقتضى الرواية دي فليرقه، كما رواه مسلم. والنسائي قائلا لا أعلم أحدا تابع عليه ابن مسهر في زيادة فليرقه. نعم، اللي هو ايه؟ لكن الشرب كما بينا عمل البلوغ، فلا يقوم، ما هو فلا يقوم مقامه، يعني الشرب لا يقوم مقام البلوغ. ومفهوم الشرط إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك. أيوه، هو هنا تعريف الولوغ اللي هو وضع اللسان مع التحريك، وده اللي شرط فيه الإمام مالك الإراقة مع الغسل. لو شرب يبقى يعني إذن لا إيه؟ قالوا ليه طيب إذا شرب فقط ولم يلغ لا يغسل؟ لأن قال لأن وضع الكلب للسانه في الماء حين التحريك ينزل من ريقه في الماء، هذا السر. لكن إذا شرب من غير وضع اللسان يبقى ما فيش ريق هينزل. نعم، ممكن هو على سبيل الفرض هو بيفرض هذا، يعني بيقول إذا شرب فقط ولم يلغ يبقى إذن إيه؟ ليس هناك إراقة ولا تسبيع للإناء، لأن الشرب لا يقوم مقام الولوغ. ولذلك قال مفهوم الشرط إذا ولغ
يقتضي قصر الحكم على ذلك، وده بهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه. ولذلك قال إذا ولغ، يعني إذا وضع لسانه من غير تحريك فلا يقال ولغ، يعني وضع اللسان فقط. نعم، ممكن يشرب من غير أن يحرك اللسان، ممكن. وبذلك لا ينزل شيء من ريقه، يبقى زيه زي أي حيوان. هو ألفاظ الشارع قال يعني تحمل على ظاهرها. وقال ابن منده لا تعرف هذه اللفظة اللي هي فليرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسلم. قال الحافظ ابن حجر ورد الأمر بالإراقة فليرقه من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا كما أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف حديثا. وكذا ذكر الإراقة، أو ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. يبقى لفظ الإراقة وارد لكن موقوف على الصحابة ولم يرفعه أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فليغسله 7 مرات، قال الحافظ ابن حجر لم يقع في رواية مالك التتريب، لإحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب في روايتها، ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه. وروي أيضا عن الحسن وابن سيرين اللي هو التتريب، وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر، وعن الشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب. إن شاء الله نكمل بعد المغرب إن شاء الله. الله أعلم وأحكم.